فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجزئ تحية المسجد في الليل بركعة واحدة بدلا من ركعتين؟ لا، تحية المسجد ركعتان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الآن نقتصر على ركعة واحدة، هذا في الوتر، هذا في الوتر أقله ركعة. نعم، وبعض العلماء يقول حتى النافلة تجزي بركعة واحدة، ولكن الأدلة من السنة تدل على أن الركعة الواحدة إنما تجزي في الوتر. نعم.